السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. ايه اخباركم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. احنا اخر حاجة وصلنا لها كنا اتكلمنا كده بريف على السمول سيجنال موديل او ذا بايبولار جانكشن ترانزستور. اوريدي انتوا استخدمتوه قبل كده، اللو فريكونس موديل والهاي فريكونسي. طبعا يهمنا في الكورس ده ان احنا نجيب الريليشن او نريليت السمول سيجنال بارامترز بالفيزيكال بارامترز اوف ذا ترانزستور. انا عارف ان انتوا استخدمتوا طبعا الموديل باي والتي موديل اد فيزيكال مودلز والهاي فريكونس موديل، كل ده استعملتوه، بس عايزين نشوف بقى ايه البارامترز دي فانكشن في ايه في الفيزيكس للبايبولر. اوكي، ده اللي عايزين نعمله بسرعه دلوقتي. اول حاجه طبعا الفرق بين زي ما احنا قلنا اللو والهاي، هو ان انا بدخل بقى الايفكت بتاع الايه الانترنال كاباسيتورز ديو تو اللي هي الجانكشن كاباسيتنسز والايه والديفيوجن كاباسيتنس. طبعا انا عندي في الفورورد اكتيف الكوليكتور جانكشن ريفرس، يبقى اللي موجود بس عندي السي ميو دي بتمثل لي ايه جانكشن كاباسيتنس. الاميتر جانكشن بتوين البيز والاميتر فورورد بايز، يعني السي باي دي بتمثل لي ديفيوجن وايه وجانكشن كاباسيتنس. طب كل بارامتر من البارامتر سواء في اللو والهاي اوكي كفانكشن في الفيزيكس او الفيزيكال او الكيو بوينت اوف ذا ترانزستور، ازاي نجيب الريليشن دي؟ كنت انتوا خدتوها دايركت كده. طبعا انا لو ابتدات بالباي موديل في اللو فريكونسي اقدر اجيب عادي الكرنت ايكويشنز بتاعتي، يعني الاي سي هنا عباره عن تو كرنتس، واحد ثرو الار نوت وواحد اللي هو الجي ام في باي، وقلنا جي ام في باي هو نفسه بيتا اي بيز ان كيس اوف الايه اللو فريكونسي موديل. اوكي، يعني عندنا اي سي ده عباره عن تو كومبوننتس، واحده جي ام V pi ثانية اللي هو الفولتج VCE على R node. اوكي، عشان كده ال definition لو انا حبيت اجيب definition لل JM اقول ان JM بتساوي ايه؟ JM at the definition هي ايه؟ او ازاي how to measure JM اوكي في اللاب، ازاي اجيب ال JM؟ حد عارف يقول لي؟ يعني قلت لكم قيسوا كده الجي ام، يعني باي ديفينيشن الجي ام هي عباره عن الاي سي على في باي اندر كونديشن لفي سي بايه؟ بزيرو، صح؟ مش دي جي ام؟ من هنا من الريليشن اللي احنا طلعناه، يعني انا جيت في الاوبوت هنا عملت كي سي ال جبت الاي سي، ده الاي سي اهو اوكي، فطلع الاي سي بتساوي ايه؟ بتساوي تو كومبوننتس جي ام في باي بلس في سي اي على ار نوت، يبقى كده عندنا دي الجي ام، عشان كده الجي ام دي عباره عن كارنت على فولتج، بس الاثنين مش في نفس اللوب، وده اللي خلانا نسميها ايه؟ نسميها ايه دي؟ ترانسفير كوندكتنس، صح؟ او ترانس كوندكتنس، عشان انتوا عارفين ان الترانس كوندكتنس دي بنسميها كده عشان دي هي كوندكتنس كارنت على فولتج، بس الكرنت والفولتج مش في نفس اللوب، لان لو في نفس اللوب كنا ببساطه جدا كنا هنسميها اوتبوت كوندكتنس، او لو كان اوتبوت لوب او انبوت كوندكتنس لو انبوت لوب، انما هنا ده اوتبوت كرنت اي سي على الفولتج في بي او الانبوت فولتج. طب يبقى ده الديفينيشن بتاع جي ام، يعني انا لو جبت الريشيو بتوين البيك فاليو اوف ذا كولكتور كرنت، طبعا دي كلها اي سي فاريبلز، على البيك فاليو اوف ذا فولتج في بي اي لما في سي اي بزيرو، يعني اوكي كده دي هي الريشيو دي بتمثل لي ترانس كوندكشن جي ام. طبعا احنا بنتكلم عن سمول سيجنال بارامتر، يعني الاي سي دي هي عباره عن فاريشن اراوند دي سي فاليو، والفي بي اي هي دلتا الفي باي، او في بي اي هي دلتا في اللي هي اراوند الدي سي فاليو. اوكي، لما دلتا في سي اي بزيرو، يعني ايه دلتا في سي اي بزيرو؟ يعني ايه الدلتا الفاريشن في الدي سي فاليو اوف ذا كولكتور ايميتر فولتج ايكوال زيرو؟ ده معنى ايه؟
معناه ان ال VCE is a constant value. صح؟ كده معناه ان ال VCE constant value. يعني معناه لو انت عملت variation okay في DC value of the collector okay على variation due to the variation in the VBE الratio دي بتمثل لي JM، بس طبعا ده كله عند constant VCE. اوكي طبعا هنا لو الفاريشنز دي صغيره الكلام ده يتحول لايه؟ دي اي سي باي دي في بي. اهي كل الكلام ده لما البي سي ايه؟ كونستنت. تمام اوكي. طب احنا عندنا ريليشن بتوين اي سي وفي سي وفي بي اي في الاكتف، حد يقول يقدر يقول لي الريليشن دي ايه بتوين الاي سي والفي بي اي في الاكتف؟ اي سي على في تي. اه ما تطلع انا عايز الريليشن بتوين اي سي وفي بي اي، انا عايز اطلعها. يعني انت جبتها اي سي على في تي ازاي؟ اي سي في اي لما بالفعل الفي بي اي على في تي. طب خليه يكمل. اه كمل انت واتفضل. انا يا دكتور الاي سي بتساوي اي سي اس اللي هي الساتوريشن كارنت ماشي في اكسبوننشال في بي اي على في تي ماينس 1، يعني تقريبا بتساوي مش اي سي اس بقى، اي سي اس دي في الابرز مول موديل ده لما كنت بجيبها فور ذا كولكتور جانكشن، انما الاي سي ده انا عايز اجيبه في الفي بي اي اللي هي في الايه؟ في المفروض دي الاميتر اكروس الفولتج اكروس الاميتر جانكشن. اي اي عندنا فانكشن في في بي اي، وعندنا في الاكتف اي سي ايكوال الفا اي في اي اي، معنى كده برضه نفس الريليشن فاليد فور اي سي. يعني اقدر اقول ان اي سي ده سام ريفرس ساتوريشن كارنت، اي ريفرس ساتوريشن كارنت اللي هو ناتج عن زي ما انت بتقول كده الفا اف في الاي اس مثلا، اي اس اكسبوننشال في بي اي على في دي، اللي هو عندنا الفورورد كارنت بتاع ايه البي ان جانكشن. تمام اوكي زي ما انتوا قلتوا كده. يبقى اذا الجي ام اللي هي دي اي سي باي دي في بي اي يبقى اي اس على في تي صح كده اكسبوننشال في بي على في تي، ده اللي هو عباره عن اي سي يعني زي ما انت قلت اي سي على في تي. اوكي تمام ادي البارامتر او دي اول بارامتر. يبقى الجي ام ديت اقدر طبعا الجي ام دي ده انديكيشن على الكرنت درايفنج كابابيلتي، بمعنى ان كل ما الجي ام بتاع الترانزستور تكون كبيره معنى كده ايه؟ ان بيدرايف كرنت اي سي كبير، ما اي سي بتساوي في تي في جي ام. يبقى ده الجي ام ده اذا ترانس كوندكتنس بارامتر فيري امبورتنت. اوكي احنا كنا طلعنا طبعا اكسبريشن لار نوت من الـ اوكي من زي ما احنا قلنا كده early effect اللي هي عبارة عن V early على IC. R by طبعا ببساطة كده أنا ممكن أجيب R by برضو from the definition اللي هي عبارة عن V by أو V BE على I base وابتدأ واجبها، or إن أنا ممكن أجيب من هنا أقول زي ما أنا قلت لكم إن GMV by as a current source GMV by كنت عملتها لكم المرة اللي فاتت هي نفسها بيتا I base. يبقى من هنا اوكي وطبعا في باي الدروب على ار باي اللي هو ار باي باي بيز من الاثنين دول اقدر اقول كده ده معناه ايه؟ لو انا عوضت في باي كده معناه ان بيتا نوت ايكوال جي ام في ار باي. يبقى دي ريليشن بتوين ايه؟ جي ام وار باي. طبعا هنا بيتا انا البيتا اللي موجوده دي بيتا اي سي، هو في بيتا اي سي وبيتا دي سي؟ اه طبعا اه طبعا اوكي، لان احنا قلنا انا ممكن كنت اقول الكرنت ريليشن عندي الاي سي كنت بدل ما اقول جي ام في باي كنت اقول بيتا اي بي صح؟ يعني معنى كده ان بيتا دي از ديفينيشن، ايه الديفينيشن بتاعها البيتا دي لو كنت اعرفها؟ يعني لو انا شلت دي كده وحطيتها بيتا اي بي في اللو فريكونسي نسميها بيتا نوت. اوكي يبقى دي اور دي احنا قلنا الترم ده ممكن يكون كده او كده، معنى كده ان بيتا دي هي ايه الديفينيشن بتاع بيتا؟ او خليها بيتا ان جنرال.
ايه الديفينيشن بتاع بيتا كده؟ هي اي سي اوكي على اي بيز برضو لما الاي في سي اف زيرو، يعني هي الشورت سيركل كارنت جين. بس اي سي على اي بيز ده عباره عن ايه؟ دي اي سي فاريبلز، اي سي كارنتس. عشان كده بيتا اللي هنا دي اي سي كارنت اوكي، اللي هو الكوليكتور اي سي كارنت على البيز اي سي كارنت سمول سيجنال كارنت. يعني اقدر اقول ان هي ايه؟ عباره عن دلتا اي سي على دلتا اي بيز لما في سي اي كونست. عشان كده بقول، هل السؤال بقى، هل دلتا اي سي على دلتا اي بيز هي اي سي على اي بيز؟ ما هو اي سي على اي بيز اللي هي ايه؟ بيتا اف ايكوال اي سي على اي بيز ان دي سي. هل دي هي دي؟ هل دي هي دي؟ لا لا، مختلف. ممكن عند فيري لو فريكونسي يطلعوا ذا سيم، انما احنا انتوا عارفين برضو ان البيتا دي بتبقى سترونج فانكشن اوف ذا فريكونسي اللي هي البيتا اي سي اوكي. يعني الفريكونسي بتاع اي سي واي بيز قد ايه هتفرق؟ طبعا دي سترونج فانكشن اوف ايه، قلنا اوف ذا فريكونسي. ما نشوف دلوقتي، يبقى في عندنا ان جنرال بيتا اي سي وفي بيتا دي سي، بس طبعا انه عارف ان انتوا كنتوا في السيركتس بتستخدموا بيتا واحده وخلاص، صح؟ صح ولا مش صح؟ مظبوط. ولا كان جيفن الاثنين؟ لا، واحده بس. اوكي، يبقى البارامترز بتاعت الباي موديل اللي هي ار نوت احنا جبناها في ايرلي على اي سي جبناها قبل كده. اوكي، عندنا الجي ام ترانسكوندكتنس ار باي كفانكشن في جي ام وبيتا نوت، كل ده جبناه. التي موديل ده عباره عن كومن بيز موديل، بيبقى عندي بالشكل ده كده. ده كوليكتور ده الاميتر، وين عندنا البيز. طبعا تلاحظوا ان في المودلز على طول احنا لما بنحط الكرنت سورس في الاوتبوت ده كفانكشن في الكرنت اوف ذا ان، بنحطه كفانكشن، ممكن نحطه فانكشن في الكرنت اوف ذا انبوت زي الباي موديل كده. اوكي، حطينا كرنت سورس كرنت كنترول بيتا اي بيز، ممكن احطه هنا الفا في صوره الفا ايه اي 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 او اي اي، ده الكرنت اللي هو بيمر في الانبوت ده. طبعا انا ممكن طبعا لو في عندي ايرلي افكت اروح مزود الريزيستنس اللي هي مين، اللي هي ار نوت. في الحاله دي طبعا اي هنطلعه بره شويه، الريزيستنس هي ار اي ودي ار نوت. اوكي، طب هو الريزيستنس انا عندي هنا بتوين البيز والاميتر حطيتها في التي موديل ار اي وحطيتها في الباي موديل ار بار، واضح طبعا الاثنين بتوين نفس التو تيرمينالز، الاختلاف بينهم بس الايه قيمه الكارنت. يعني عندنا الكارنت الار اي هنا اوكي، الار اي اقدر اقول ان هي في بي اي اللي هي نفسها في باي، بس هنا على ايه؟ على اي اي. انما ار باي كانت في بي اي على اي بيز، ده الاختلاف. طبعا انا اقدر اقول ان الاي اي ديت هي عباره عن 1 بلس بيتا اي بيز، يعني اقدر اقول كده ان ار اي هي عباره عن في بي اي على اي بيز اللي هي مين؟ في بي اي على اي بيز اللي هي ار باي، يبقى ار اي هي ار باي على 1 بلس بيتا. وده كده كنت بتستخدمه في السيركت في صوره حاجه اسمها ريزيستنس ترانسفورميشن. حد فاكر الكلمه دي؟ يعني لو انا عندي مقاومه او اي ريزيستنس ان ذا باث اوف ذا باث اوف ذا اي بيز اوكي، اقدر انقلها في الباث اوف اي اميتر بالفاكتور بتاع مين؟ 1 بلس بي. يعني لو عندي مقاومه في الباث بتاع اي بيز اللي هي زي ار باي، تتحول في الباث اوف اي اميتر زي ار اي بتساوي ار باي على 1 بلس بيتا، يعني بقسم على 1 بلس بيتا. والعكس لو عندي ريزيستنس في الباث اوف اي اي زي ار اي، عايز احطها في الباث بتاع اي بيز احطها 1 بلس بيتا في القيمه ديت، يعني 1 بلس بيتا ار اي يعني ار باي. ده كده بنسميه ترانس ريزيستنس ترانسفورميشن. ده ساعات بنستخدمها طبعا للترانزستور، ان احنا نقدر بنعمل ترانسفورميشن من ايه متر لايه لبيز او الايه او العكس. اوكي،
يعني الكونسيبت ده اي ثينك ان انتوا استخدمتوه قبل كده في الـ في الالكترونيك سيركتس. يبقى دي البارامتر ار اي الفا طبعا احنا عارفينها بيتا على 1 بلس بيتا وار نوت اللي هي نفس الايه الاوت ريزيستنس اوف ذا ترانزستور اللي في ار على الاي سي. نيجي بقى الهاي فريكوانسي موديل. الهاي فريكوانسي موديل اول حاجه هنلاقيه هو باي موديل بس ايه الزياده سي باي سي ميو اوكي وار اكس دي الزياده. هو المفروض ايه كمان ده المفروض كمان نبتدي نزود مقاومات كده في كل تيرمينال كده يعني نسمي دي مثلا ار اوف ذا اميتر دي ار اوف ذا كولكتور اند سو اون. ليه؟ لان في الهاي فريكوانسي اي دوبد ريجن لازم احط الايكوفالنت ريزيستنس بتاعتي. احنا الكولكتور قلنا ده اريا ليها سيرتن ريزيستنس المفروض احط المقاومه بتاعت الكولكتور ريجن. برضو الايميتر نفس الكلام زي البيز بالظبط. طب ايه هي ار اكس؟ حد عارف ار اكس اللي محطوطه هنا وايه البي والبي داش دي؟ حد عارف؟ بصوا كده انا لما اديتكم الاستراكشر بتاع البايبولار جنكشن ترانزستور قلت لكم الاميتر بيميت كارير صح؟ الكاريرز دي بيحصل لها سبليت بيحصل لها سبريدنج في البيز. بصوا كده سبريدنج كده في البيز وبعد كده بتروح للكولكتور. فلو انا فرضت ان السنتر اوف ذا بيز سميت البوينت في السنتر بي داش لو انتوا لو انتوا لاحظتوا ان احنا واحنا بنتكلم عن الكرنت كومبوننتس عندي اعتبرت ان الالكترونز كلها بتتحرك مع بعض كده اوكي 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 زي ما انتوا شايفين كده ما اتكلمتش خالص عن السبريدنج. هل انا هنا اتكلمت عن السبريدنج اللي بيحصل للكاريرز؟ لا. طب وايه الفرق؟ لان السبريدنج ده انا معناه ان في كاريرز في كل حته في الريجن بتاعت البيز. فلو انت هنا في الموديل اعتبرت ان في internal point في البيز اسمها بي داش. البي داش دي هي ايه؟ البي داش ديت اهي لو انا حطيت الاستراكشر كروس سكشن بتاع البايبولر دي البي داش وفرضت ان الكاريز اتحرك اوكي ثرو ذا البي داش وخلاص يعني كان المنطقه اللي هي من بي داش للترمينال بي ديت ولا ليها تاثير خالص. انما اللي بيحصل لا ده بيحصل سبريدنج للكاريرز في كل دايركشن. فعشان كده الجزء ده حطينا الايكوفالنت ريزيستنس بتاعته اللي سميناها ار اكس. يبقى ار اكس دي هي البيز سبريدنج ريزيستنس. اوكي لان انت بتحط ايه؟ انت بتحط الموديل ايكوفالنت للايه للترانزستور بين الثري تيرمينالز بتاعته يعني بين الاميتر والبيز والكولكتور بتحط السب سيركت موديل بتاعك. طب انت المفروض في الكرنت في الكرنتس اللي انت فرضت ان الكرنت دي بتمشي ثرو الايه البيز من السنتر بوينت اللي هي بي داش. انما الحقيقه لما انت تيجي تحط الموديل ما تقدرش تعتبر بي داش هي بي، لا ده بينهم عندي في ايكوفالنت ريزيستنس بينهم اللي هي اسمها ار اكس. ودي طبعا هاخد الايفكت بتاعها ايه؟ لان فعلا الكاريرز بتتاثر بالريزيستنس دي نتيجه السبريدنج اللي بيحصل. او الكرنت بيتاثر بالايه؟ بالريزيستنس دي. المفروض زي ما قلت لكم كمان ان انا احط ريزيستنس هنا، المفروض احط ريزيستنس نفس الكونسبت احط ريزيستنس هنا. اوكي يا جماعه هرجع لكم تاني. اي يبقى المفروض نحط ريزيستنس هنا ونحط ريزيستنس هنا في الكولكتور. اوكي
زي ما حطيت resistance هنا اسمها Rx. طيب ايه تاني؟ الكاباسنسز عندي طبعا Rx دي بتبقى given direct يعني ليها طبعا expressions بس دي على طول على حسب الدوبينج ليفل بتاع البيز والدايمنشنز بتاعت الريجن دي. اوكي عندنا السي ميو والسي باي احنا اتفقنا او انتوا قلتوا لي السي ميو دي عباره عن السي جانكشن اللي هي سمبلي كده السي جانكشن اوف ايه اوف ذا كولكتور. اي يعني المفروض بيساوي السي جي نوت اوف ذا كولكتور. اوكي على المفروض سكوير روت 1 ماينس في ابلايد بس في ابلايد في على الكوليكتور جانكشن بتبقى على طول في ابلايد ريفرس بيساوي نيجاتيف في ار يعني اقدر احطها نيجاتيف في اي في ريفرس. الفي ريفرس هنا هي ايه لو انا بتكلم عن ان بي ان يبقى في ريفرس هي في سي بي على المفروض فاي نوت اوف ذا ايه اوف ذا كوليكتور جانكشن كل ده اوكي تحت السكوير روت. بس السكوير روت ده حاجة برضو اللي ما نعرفهاش السكوير روت ده بيطلع لما كنت بأسيوم ايه أبربت بي ان جانكشن يعني لما بأسيوم ان عندي اللي تشارجز عندي بتتغير أبربت اوكي في جانكشن دي بنسميها أبربت او ستيب بي ان جانكشن دي اللي احنا الاسامشن اللي احنا خدناه. انما ممكن يبقى الجانكشن اوكي نفرضها انها اللينير ريجريدد بتتغير لينير هو المفروض الاكشوال ان بتوين عشان كده المفروض احط هنا اكسبوننت ام الام ده زي ما هنشوف دلوقتي ان هو ممكن يبقى من 0.3 ل 0.5 accordingly التايب او الابروكسيميشن للجانكشن. لو انت 0.5 لو انت بتتكلم عن ستيب بي ان جانكشن 0.3 لو انت بتتكلم عن لينير جريد يبقى عندنا السي ميو ايكوال سي جي نوت على 1 بلس الريفرس فولتج على دي كده هي فاي نوت اوف ذا كولكتور. اوكي وهنا طبعا ده الفي سي بي اللي هو الريفرس فولتج اكروس ذا ايه اكروس ذا كولكتور. تمام طيب ده بالنسبه للسي ميو. طب السي باي السي باي احنا قلنا كم كومبوننت السي باي يا جماعه احنا قلنا السي باي كم كومبوننت 2 نتيجة الديفيوجن ونتيجة الترانزيشن. اه حلو جدا سي تي اور سي جي خلينا نسميها سي جي اوف ذا اميتر. طيب تعال نجيب الديفيوجن السي دي السي ديفيوجن. اوكي دي اقدر احطها السي ديفيوجن هنا هي كان بتساوي ايه حد فاكر؟ حد فاكر السي ديفيوجن كان بتساوي ايه؟ تقريبا اللي لا. هي التاو اللي هي التايم التايم بتاع الـ يعني هو التايم بتاع اللي هو ثانيه معلش اللي هو بتاع البي دوب اللايف تايم بتاع البي دوب في الـ في الاي في الاي بي زائد التاو ان في الاي ان على الفي تي. ممتاز حلو جدا هنزود بس سلايد كده اهي ارجع لكم تاني اهي انت قلت لي فعلا صح كده السي دي هي عباره عن 1 على في تي اللايف تايم المفروض تاو ان في الاي ان بلس تاو بي في الاي بي. احنا مين ليه عندنا اوكي احنا عن كومبوننت على حسب بقى التايب بتاع الترانزستور. انا عندي سيرتن كارنت المفروض الاي اميتر اوكي في اللايف تايم بتاع الكاريرز يعني هنسميها تاو ان جنرال تاو فورورد بقى على حسب نوع ترانزستور يبقى تاو ان اور تاو بي في الكارنت اول اوكي في الكارنت ايه المفروض الاي ده اي اميتر بس انتوا عارفين طبعا في الاكتيف اي اميتر واي سي تقريبا ذا سيم لو طبعا الالفا تنس تو 1 يبقى اي سي واي اميتر ذا سيم فنقدر نعمل ابروكسيميشن ان عندنا طبعا الكرنت ده المفروض هو اي اي يعني اقدر اقول ان هو تقريبا اي سي على في تي تقريبا
بتاعه. أني تاو دي ده اللايف تايم. اي سي على في تي اللي ايه؟ تقول لسه قايلين دي الجي ام. معنى كده ان السي دي اي ايكوال للتاو او جي ام في اللايف تايم. اوكي؟ تقريبا ما هو احنا قلنا تقريبا اي سي تقريبا هي اي اي اوكي يعني واي سي على في تي لجي ام يعني تقريبا بتساوي جي ام في الايه في اللايف تايم. طب السي جي اوف ذا ايميتر السي جي اوف ذا ايميتر ذا ايميتر يا دكتور ذا فورورد بايست صح مش الايميتر فورورد يعني احنا لو رسمنا كده لو اعتبرنا دي فاي نوت بتاعت الايميتر اوكي ودي الكاباسيتنس المفروض يطلع لنا حاجه كده دي كده سي جي اي نوت طب في الفورورد انا اعتبر السي جي اي بكام بانفينيتي اعتبرها ايه اقدر اعتبر كده السي جي اي بتساوي ايه جه بقى الناس عملت ايه؟ قالت احنا هناخد هنعتبر السي جي اي هنا كانها بتساوي ضعف سي جي اي نوت ده ديفولت الناس خدته ان هنا انت بتعمل بايسنج قريب من الفاي نوت فالبايسنج في الفورورد قريب من فاي نوت هنقول ان هو يديني جانكشن كاباسنس ايه بتساوي تقريبا 2 سي جي اي نوت اوكي يا جماعه يبقى عندنا دي السي دي ودي السي جي اخر حاجه بقى احنا عندنا الترانزستور ده اوكي شغال لغايه احنا عارفين طبعا مش انتوا عملتوا دي انتوا طلعتوا البيتا مع الفريكونسي رسمتوها قبل كده ولا ما رسمتوهاش رسمتوها ولا ما رسمتوهاش؟ لا دو. طيب هقول لكم الهاي فريكونسي موديل اهو ده الهاي فريكونسي موديل لو اعتبرت ان دي سيركت وحبيت اجيب الكرنت اي سي على الكرنت اي بيز اي سي على اي بيز اللي هي ايه؟ اللي هي بيتا طبعا نتيجه وجود الكاباسيتورز ديت هيبقى البيتا اللي طالعه دي فانكشن في اوميجا او فانكشن في الفريكونس صح كده تمام لو انا قلت لكم باي مثلا ماتلاب باي حاجه ارسموا لي بقى البيتا دي فانكشن في الفريكونس هيطلع لكم حاجه بالشكل ده ليه لان كل ما الفريكونس يزيد ايه اللي يحصل في التو كاباسيتورز اللي هو سي ميو سي با الاكس سي بيحصل لها ايه اي اكس سي مش هي واحد على اوميجا سي فكل ما الاف تزيد ايه اللي يحصل الاكس سي؟ بتقل يقل يبقى معنى كده عند فيري لارج فريكونسي الكاباسيتورز ديت اكتا ضيق شورت سيركت شورت سيركت انا خلي بالكم الكاباسيتورز كده انا عندي السي ميو اهو والسي باي اهو واحد ايكوفلنت للاميتر والتاني اوكي اوف ذا كوليكتور جانكشن لو الاثنين دول بقى شورت الترانزستور ده بقى عباره عن ايه لو الاثنين دول عند الفيري هاي فريكونسي بقى شورت سيركت يبقى الترانزستور ده عباره عن ايه عن نقطه عباره عن سلكه يعني كده بيتا بقت بكام بقت ب1 يبقى عند الفريكونسي اللي عنده الاف يعني الفريكونسي اللي عنده البيتا ب1 اوكي اسمه اف تي ايه اف تي يونيتي جين فريكونسي خلاص ما بقاش عندي جين بقى ما بقاش بيتا ايه اكبر من واحد ده لا بيتا بيكوال 1 يبقى عندي اف تي بيتا بكام بيتا ب1 يبقى بيتا عند اف تي ايكوال 1 هل نقدر نجيب الفاليو بتاعتها اوكي نقدر نجيب الفاليو بتاعتها من السيركت دي يعني انتم مجرد بس تطلعوا اي سي على اي بيز اوكي فانكشن في الكاباسيتورز ديت طبعا مش بسهوله كده يمكن ان شاء الله تاخدوها في الانالوج
هتطلعوا اكسبريشن، الاكسبريشن ده تطلعوا منه اف تي، اف تي هتلاقوها بتساوي ايه؟ اهي بصوا اف تي، اف تي بتساوي جي ام على 2 باي سي باي بلس سي. اف تي دي بتمثل لي زي ما احنا قلنا كده اخر فريكونسي عنده، خلاص البيتا كده ب 1 يعني، اوكي يعني الترانزستور بقى كده عباره عن ايه؟ بقى عباره عن شورت سيركت. يبقى احنا محتاجين فور ذا هاي فريكونسي ابلكيشنز او الار اف ابلكيشنز ان انا استخدم ترانزستور اللي هي اف تي ايه؟ كبيره جدا جدا. طب عشان اخلي اف تي كبيره نعمل ايه؟ حد يقول لي كده؟ عشان اخلي اف تي بتاع ترانزستور، احنا الناس بتوع ديفايسز بقى، عشان نخلي اف تي كبيره نعمل ايه؟ من الريليشن اللي احنا طلعناها دي ممكن نقلل الاري عشان الكباسنس. ايوه ماشي، كمل كمل وهو يكمل معاك بعديك. وازود الكارنت، انت عايز تقلل الكباسنس صح كده؟ اه تقلل السي تمام، وايه تاني؟ وتزود جي ام صح؟ انا ممكن ازود الكارنت، بس خلي بالك لو الجي ام زادت السي ديفيوجن هتزيد، يعني جزء في كده تيرم من الكاباسنس هيزيد صح ولا ايه؟ تمام. عشان كده على طول بيبقى عندي في كونفليكت في اوكي في الديزاين، بحاول ايه اعمل اوبتمايزيشن بقى، لان انا زي ما انتم شفتوا كده فعلا جي ام تزيد اوكي اف تي هتزيد، بس في نفس الوقت الكومبوننت بتاعت الديفيوجن كومبوننت في السي باي هتزيد، ودي مشكله اوكي. واحد يقول لنا طبعا اوكي زي ما انتم شايفين كده هقلل الدوبنج. اني دوبنج؟ احنا عندنا السيميو اوكي، السيميو عشان تخليها صغيره عايز الدبليشن الويت بتاعها يكون كبير، يعني اوكي تخلي الدوبنج قليل اوكي. السي باي ما فيها برضو جانكشن، السي باي فيها جانكشن كومبوننت، فما اقدرش اخلي الاميتر دوبنج قليل عشان الانجكشن كده هيقل اوكي، فهيقلل الكارنت، ولو كارنت قل الجي ام هتقل. عشان كده اوكي الديزاين على طول عندنا بنحاول نستخدم تكنيكس اوكي عشان نحقق الاوبتمايزيشن بين الدي سي والاي والاي سي او الفريكوينت ريسبونس بتاع الديفايس. يعني انا عايز في الدي سي كيو بوينت، عند على فكره كمان انا ما كملتش في السيركتس، لو كورس سيركتس كنت اقول لكم انا كيو بوينت انا مش بختاره في اي مكان في الكاركترستيك، انا عايز الكيو بوينت في مكان يديني افضل سوينج في الاوت، يعني افضل اوت ممكن او اكبر اوت ممكن اوكي. عشان كده احنا كديفايس احنا جبنا كده دلوقتي الباي بولار جانكشن ترانزستور السمول سيجنال موديل بارامترز بتاعته جبناها كفانكشن في الايه في الفيزيكال بارامترز، اللي المفروض في الاخر بترجع لي في صوره بقى الدوبنج قد ايه، الجيومتريكال باراميتر زي ما انت قلت كده كروس سكشن اريا قد ايه اوكي، الويث بتاع البيز قد ايه، الريجنز بتاعت الاميتر. احنا قلنا كمان المفروض في الهاي فريكونسي يبقى في اميتر ريزيستنس وفي كولكتور ريزيستنس، دي فانكشن في الويث بتاعت الريجنز بتاعت الاميتر والكولكتور والاريا بتاعتهم اند سو اون. فكل ده بيأثر لي على الديزاين، وبالتالي ده بيرفلكت على كمان بقى الايه البرفورمانس بتاع السيركت اللي انت هتحط فيها ترانزستور ده. ممكن السيركت دي طبعا اف تي ديت انت تعرفه دي فريكوانسي بعيد قوي، انا المفروض انا بشتغل وذين حاجه اسمها باند ويث اوف ذا ترانزستور اوكي، بيبقى عباره عن اف تي على بيتا، مش هتكلم عنها دلوقتي، اف تي على بيتا، يعني لو البيتا ب 100 انت بتاخد 1 على 100 من اف تي، هو ده الرينج اللي انت لغايه اب تو اف تي على 100 هو ده اللي انت بتشتغل بيه بتشتغل فيه بس. فكل ما الاف تي ده بعيد قوي كل ما ده افضل كده اوكي، الفريكوانس رينج اللي انا هستخدم فيه ترانزستور في السيركت هيبقى هيزيد اوكي. حد ليه سؤال في حاجه؟ حد ليه اي اسئله في اي حاجه في الجزء ده؟ احنا هنكتفي بالجزء ده كده في البايبولار جانكشن ترانزستور ونكمل باقي الاجزاء بتاعتنا. حد ليه سؤال في حاجه؟
ان شاء الله بقى هندخل دلوقتي في جزء مهم جدا، شابتر مهم جدا، اللي هي الام اس كونتاكتس. اوكي، ايه الام اس كونتاكتس دي؟ ودي مهمه. يعني احنا طبعا لو انتوا لاحظتوا احنا بندرس ستراكشرز، يعني احنا حطينا في البي ان جانكشن حطيت بي تايب وان تايب سيمي كوندكتورز. اوكي، بس التو ريجنز نفس السيمي كوندكتور، مثلا سيليكون ان تايب سيليكون وبي تايب سيليكون، وابتديت اشوف البيهيفير بتاعها ودرسناه. زودنا شويه ريجن ثالثه بقى عندي ترانزستور، باي بولر جانكشن ترانزستور، بس برضو كل الريجنز نفس التايب اوف ذا سيمي كوندكتور، نفس نوع سيمي كوندكتور، سوري نفس السيمي كوندكتور، انما ان تايب وبي تايب، ان تايب بي تايب ان تايب اند سو اون. انما ما درسناش ان يكون التو ريجنز واحده ميتال والثانيه سيمي كوندكتور. يعني ايه الكلام ده؟ وهي مهمه ليه؟ انا عندي ميتال وعندي دي سيمي كوندكتور. هو ده مهم ليه؟ لان الكونتاكت ده انت على طول بتتعرض ليه، بتعمله. يعني ايه؟ يعني تعالى مثلا اوكي، في البايبولر جانكشن ترانزستور احنا قلنا البايبولر لو انا بعمل مثلا ان بي ان هعمل كده ان بلس بي ان، اروح اعمل هنا الكونتاكت بتاع الاميتر، احط ميتر كده واعمل الكونتاكت بتاع الاميتر، وهنا اعمل الكونتاكت بتاع البيز، وهنا اعمل الكونتاكت بتاع الكوليكتور. يبقى وانا بعمل الكونتاكت زي بحط ميتل، يبقى انا عندي ميتل حصل له ديبوزيشن، يعني اترسب حطيناه على سيمي كوندكتور، سواء ان بقى بلس او بي او ان، يعني دوبنج عالي او دوبنج قليل. يعني ميتل وسيمي كوندكتور كونتاكت ده على طول احنا بنستخدمه. طب احنا الكونتاكت احنا عايزينه ايه؟ يعني لما احط ميتل كده في ديفايس عشان اعمل الكونتاكت بتاعته، انا محتاج الكونتاكت ده يكون ايه؟ هل انا محتاج ان هو ياثر على البيهيفير بتاع الترانزستور؟ لا، ده انا محتاج هنا كاني بالظبط الميتل كانه سلكه، كانه ايه؟ سلكه، يعني بالظبط او شور سيركت ما تاثرش. انا مجرد بس انا بحطه هنا عشان اعمل تيرمينالز كده واقول ان ده الكولكتور وده الاميتر وده البيس. اوكي، ده نوع من انواع الكونتاكت بتوين بتوين الميتال والسيمي كوندكتور. في الكونتاكت بتوين الميتال والسيمي كوندكتور ممكن نفاجئ كده نلاقيه البيهيفير بتاعه لايك ذا بي ان جانكشن كده. ايه ده؟ كده يعني لو جبت الريليشن بتوين الفي والاي والفي ليه الاقيه كده؟ الاقيه كده. وممكن زي ما احنا قلنا كده يبقى كانه سمول ريزيستنس، يبقى كده اي وفي. يعني ممكن يكون البيهيفير كده او كده. طب وايه الفرق بينهم؟ وايه اللي يخلي الكونتاكت بتوين الميتال والسيمي كوندكتور يبقى الريليشن بتوين الاي وفي تبقى بالشكل ده كانها ريزيستنس؟ اوكي، او بيقولوا عليها اوميك كونتاكت، او بالشكل ده وبيقولوا عليها في الحاله ديت اوكي ريكتيفاينج كونتاكت. طبعا انا بكتبها وانا عارف انتوا عارفين ريكتيفاينج يعني ضايد، يعني بيعمل ريكتيفيكيشن، بيمرر كارنت في وان دايركشن وفي الدايركشن الثاني كارنت تنسو زيرو. انما اوميك لا، ده الكارنت بيمر في اي دايركشن مفيش مشكله، كانه سمول ريزيستنس. يبقى ممكن الكونتاكت ميتال مع سيمي كوندكتور يبقى كده او كده. مين اللي اكتشف كده؟ ده شوتكي. عشان كده قال الام اس كونتاكت ممكن تكون اوميك كونتاكت، يعني عباره عن لو اوميك دروب، يعني سمول ريزيستنس، او ممكن تكون دايد او ريكتيفاين. يبقى ممكن يبقى في عندي ريكتيفاين جانكشنز او نون ريكتيفاين اللي هو الاوميك. سموا بقى ريكتيفاينج، سموا بقى شوتكي بارير دايت. طب الشوتكي بارير دايت ده هل ده موجود في الماركت؟ طبعا موجود.
يعني الدايد اللي هو معمول من الميتال والسيمي كوندكتور موجود موجود، والبيهيفير بتاعه زي ما انتم شايفين بالظبط لايك ذا بي ان جانكشن بيهيفير الاي في كاركترستيك بتاعته. يبقى عندنا ان اكوردنج بقى على الابلكيشن، انا لو انا عايز دايد يوزنج الميتال والسيمي كوندكتور موجود، وهنعرف دلوقتي خلال الشابتر ده ايه الكونديشنز اللي تخلي الكونتاكت ده اوميك اور ريكتيفاينج، تخليه مجرد سمول ريزيستنس اوكي او تباطئ كارنت، اور عباره عن ايه لايك ذا اي في كاركترستيك اوف ذا بي ان جانكشن عباره عن دايت. المفروض في خلال الشابتر ده نعرف ايه الكونديشنز اللي تخليه كده او كده اوكي. طبعا في الكونتاكتس اللي بعملها بقى في الانتجريتد سيركت او في اي ديفايس انا عايزها اوميك طبعا، انما ممكن زي ما احنا قلنا كده الشوتكي دايت لوحده انا عايزه دايت، انا عايز استخدمه اذا دايت، وهو ده هيفرق عن البي ان جانكشن اه طبعا، ودي على فكره ابلكيشنز اوكي خاصه وخصوصا في الهاي فريكوانسي. لو انا شغال في الهاي فريكوانسي يفضل ان انا يكون الدايت بتاعي ام اس كونتاكت او ام اس اي شوتكي بيريد دايت يعني اوكي. تمام، هنبتدي دلوقتي نتعرف بقى على الكونتاكت ده اللي هو الميتال والسيمي كوندكتور، ونشوف ايه الكونديشنز اللي تخلي فيه بارير اوكي. عشان كده بيسموه ايه شوكي بارير دايت. هتلاقي يبقى لا امتى، يبقى لو انا لقيت الكونتاكت لما احط ميتال مع سيمي كوندكتور لقيت فيه باريرز موجوده يبقى ده على طول شوكي بارير دايت. وطبعا الباريرز ديت احنا عارفين في البي ان جانكشن بيبقى فيه باريرز بتتاثر بالفولتج صح ولا ايه؟ مش في الفورورد بايس البارير بيقل وفي الريفرس البارير بيزيد. هل الكلام ده هيبقى موجود في شوكي بارير دايت؟ تعال نشوف. طب وبالنسبه للاوميك كونتاكت ازاي الغي البارير واخلي الميتر مع السيمي كوندكتور الميتر ده كانه بايه باث كده للكارن كانه سمول ريزيستنس. فمهم جدا ان احنا نعرف الكونديشنز بتاع كل حاله، لان الكيس دي بتبقى كريتيكال جدا. يعني حتى في التصنيع في الفابريكيشن ساعات يجوا يعمل ديبوزيشن لميتر يختار ميتر غلط، ونعرف دلوقتي ايه السبيكس بتاعت الميتر او البارامترز بتاعته، يبتدي يختار ميتر غلط يحطه على السيمي كوندكتور، يلاقي الكونتاكت اللي طلع بدل ما يكون اوميك يبقى ايه كريتيفاينج، يعني يبقى ايه شوكي بارير دايت. يبقى كان هنا يعني تخيلوا كده لو واحد حط الميتال بتاع البيز والاميتر والكوليكتور عمل مع السيمي كوندكتور دايت، يبقى عنده كام بارازيتيك دايت هنا؟ تخيلوا بصوا عدد من البارازيتيك دايت. معنى كده ان الكرنت اللي انت هتقيسه في الكوليكتور او الاميتر والبيز الكرنت ده مش ديو تو ذا ترانزستور افكت بس، ده كمان نتيجه البارازيتيك دايتس اللي موجوده بين الميتر والسيمي كوندكتور. تخيلوا فيطلع لك كرنت غريب، وطبعا الكرنت ده نوت كنترولد كرنت، يعني ما فيش كنترول، يعني ده مش ترانزستور بقى خلاص، يعني ده ما بقاش ترانزستور اوكي. فمهم جدا ان احنا نعرف الكونديشنز بتاع كل كيس ايه وايه الباوندرز ان بتوين، يعني ايه اللي يخلي لي الكونتاكت الاوميك يتحول يبقى شوتكي دايت او العكس. فهنبتدي كده عشان نتعرف على الاستراكشر بتاعنا، هنبتدي ناخد ميتل مع سيمي كوندكتور ان تايب ونروح حاطينهم ان كونتاكت. الانرجي باند دياجرام ده بيطلع لك كل شيء كل شيء، عشان كده اوكي فاهمين، لو انتوا فاهمين كويس تقدروا ترسموه كل حاجة بتطلعها، وتقدر تحدد كمان نوع الايه الكونتاكت بتاعك ده هيبقى شوتكي بارير دايت ولا اوميك. فتعال ناخد الاكزامبل بتاعنا ده ونبتدي نشتغل عليه. انا عندي ميتال اوكي، الميتال ده طبعا انتوا عارفين ان الميتال خدته في السيمي كوندكتورز، ان الميتال ده لو انا برسم الانرجي باند دياجرام ليه بلاقيها شكلها ازاي؟ حد عارف يقول لي الميتال الانرجي باند دياجرام للميتال شكله ازاي؟ بيبقى شكله ازاي؟ هو تقريبا كان ليه حالتين بس متذكر منه ان هو بيبقى اوفرلاب. حلو جدا جدا، ممكن سمول جاب او اوفرلاب، ان جنرال اوفرلاب. حلو، عشان كده انا ما بعرفش كوندكشن او فالنس في الميتال. انتوا عارفين الميتال بالظبط عامل زي ايه؟ عامل زي كده سيمي كوندكتور عامل له دوبنج عليه قوي قوي قوي، فكل ما بعمل دوبنج عليه الفيرمي ليفل بيطلع لفوق لفوق لغايه ما يدخل في الكوندكشن باند نفسها. فالميتال كده بيحصل فيه اوفرلابنج فعلا اوكي بين الكوندكشن والفالنس. عشان كده في الميتال
انا اللي انا بعرفه بعرف ايه للمتر؟ بعرف البوزيشن اوف ذا فيرمي ليفل، والفيرمي ليفل ده بالنسبه لي بيمثل تقريبا هو اعلى ليفل، اوكي، يعني تحته الكترونز او كاريرز كتير جدا موجود، اوكي، يعني هو يعتبر اعلى ليفل بيبقى فيه عندي كاريرز موجود. طيب وبنعرف حاجه بقى، احنا عندنا الاستراكشر بتاعنا خلي بالكوا هيبقى تو ديفرنت ماتيريالز، متر وسيمي كوندكتور. فالريفرنس هيبقى ازاي يا دكتور هنا؟ يعني الريفرنس لما اكون في البي ان جانكشن كنا بنقول ان تايب وبي تايب، كنا بنقول ان تايب سيليكون وبي تايب سيليكون، فسيمي كوند نفس السيمي كوندكتور في التو سايدز، اوكي، بيبقى ليه نفس الانرجي جاب، نفس البارامترز، نفس كل حاجه. فعشان كده قبل كده في الشابترز اللي قبل كده ما كناش اتكلمنا خالص عن ليفل مهم قوي 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 اسمه الفاكيوم ليفل. ده ايه فاكيوم؟ ايه هو الفاكيوم ليفل ده؟ ايه هو الفاكيوم ليفل؟ ايه الديفينيشن بتاع الفاكيوم ليفل؟ الفاكيوم ليفل هو عبارة عن انرجي ليفل، الانرجي عنده بزيرو. يعني ايه بزيرو؟ هو عشان نفهم الكلام ده، هو الالكترون جوه الماتيريال الانرجي بتاعته بتبقى ايه، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ انا بتكلم عن سواء ايه بقى، سواء عندي عندي اوكي الالكترون، انا لو كان عندي كده سواء الالكترون ده في الفالنس الكترون في الفالنس باند او في الكوندكشن باند، الانرجي بتاعته ايه؟ نيجاتيف. كل ما بديله انرجي اوكي كل ما بيطلع في ليفل اعلى في اعلى 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 لغايه ما باوفر كام النيجاتيف ديت، بديله فاليو بتساوي النيجاتيف، فيبقى التوتال انرجي بتاعت الالكترون بزيرو. انتوا عارفين في الحاله دي هيبقى فين الالكترون ده؟ هيبقى فين الالكترون ده؟ اجم ماتيريال السيرفيس. هيبقى كده كده هو في الفاكيوم ليفل، وهيبقى فعلا كده الالكترون ده خرج من الايه، بيبقى كده سكيب الالكترون، وكده بقى فري سبيس الكترون. عشان كده الانرجي المطلوبه عشان الالكترون بتاعنا يجي من الفاكيوم ليفل من الفيرمي ليفل للفاكيوم ليفل دي بنسميها الورك فانكشن فور ذا متر، اسمها كيو فاي ام. وفور ذا متر الورك فانكشن اذا بروبرتي بارامتر ليه، يعني انت لما بتيجي تتعامل مع اي متل بيقول لك ايه المتل ده الورك فانكشن بتاعته اوكي بثيرتين فاليو بيديها لك، يبقى كيو فاي ام ده الورك فانكشن. وات ذا ورك فانكشن؟ ايه الديفينيشن بتاعه؟ ده الانرجي، ده الانرجي المطلوبه اوكي تو برينج الكترون فروم ذا فيرمي ليفل تو ذا ايه فاكيوم ليفل. عشان كده يبقى خلاص بقى فري سبيس الكترون، ما بقاش موجود جوه الايه الماتيريال ده كده. ده الورك فانكشن. طبعا انا هتلاقيني بستعمل على طول كيو فاي، يبقى الفاي دي ان ايه ان فولت، وكيو فاي ان الكترون فولت. فده بالنسبه، يبقى بالنسبه للميتال مفيش عندي غير حاجه تو ليفلز برسمهم، الفيرمي ليفل اوكي والفاكيوم ليفل. الفاكيوم ليفل خلاص ده اللي ده بدايه الفري سبيس، الانرجي هناك الانرجي في الفاكيوم ليفل بزيرو، الالكترون اول ما بوصل للفاكيوم ليفل خلاص بقى كده ايه حصل سكيبنج للالكترون ده وبقى كده فري سبيس الكترون. طب بالنسبه للسيمي كوندكتور احنا قلنا ان تايب سيمي كوندكتور، هنقول ان تايب سيليكون ده الاكزامبل بتاعه اوكي. طيب ان تايب سيليكون احنا عندنا مثلا لو فرضنا ده الفيرمي ليفل عندي، انا برسمهم سيبر خلي بالكم كل حاجه لوحدها، والفيرمي ليفل قريب في الان تايب قريب من الاي سي اهو اوكي. طبعا لو خدت من الاي سي مسافه كده اي جي كده برسم مين؟ برسم اي جي اوكي، وفي النص اي ار. هنا نفس الكلام، انا عندي لو اس ده من هنا لهنا ده كيو فاي اس،
ده الورك فانكشن اوف ذا ايه اوكي اوف ذا تعال نعمله بالاحمر ده الورك فانكشن حتى اعمله of the semiconductor. الورك فانكشن اوف ذا سيمي كوندكتور بارامتر تعتقد ان هو بارامتر ولا لا للسيمي كوندكتور؟ الورك فانكشن اوف ذا سيمي الورك فانكشن اوف ذا سيمي كوندكتور بارامتر للسيمي كوندكتور ولا لا تعتقد ان هو بارامتر ولا لا؟ هو ممكن لا عشان لما apply voltage على السيمي كوندكتور الفيرمي ليفل بيتحرك. لا ده external voltage. لا 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 هل هو بيتغير؟ لا ما لناش علاقه بالفولتج خالص. هل اقدر اقول ان عندي السيليكون ده ليه certain work function؟ اعتمد على الدوبينج تقريبا. ممتاز صح. قولي الاي دي بتاعك. ده 1808 18-08 417 417 بس كده؟ 18-08-417 صح. لأن الفيرمي ليفل بوزيشن بتاعه بيعتمد على الدوبينج. ما أقدرش أقول إن السيليكون ليه ثيرتن في إيه؟ ورك فانكشن. لو كان إن تايب الورك فانكشن ليه قيمة، لو كان بي تايب الورك فانكشن ليه قيمة تانية. عشان كده انا عملته بالاحمر اللي هو مش بارامتر ليه. امال ايه هو البارامتر للسيمي كوندكتور؟ الديفرنس بين الاي سي والاي فاكيوم هو ده اللي بارامتر. الديفرنس ده اسمها كيو والرمز ده كده. ايه الرمز ده؟ ده مش اكس، ده بيسموها كار، بس هو طبعا ده رمز يوناني اسمه خي، بس احنا نقول عليها كار. كيو كار. اي دي ده اسمها الالكترون افينيتي. طب ايه يا دكتور دي كمان؟ ده difference between الفاكيوم والايدج اوف ذا كوندكشن باند اي سي. اوكي ده كده الانرجي اللي انت بتديها للالكترون عند الايدج بتاع الكوندكشن باند عشان يبقى فري سبيس. اهو يبقى عندي حاجه اسمها ورك فانكشن وعندي حاجه اسمها ايه؟ Affinity دي عشان تريليز الكترون عند الايدج بتاع الكوندكشن باند بتدي له انرجي ايكوال كيو كار. انما لو عندي الكترون في الفيرمي ليفل بدي له انرجي ايكوال للورك فانكشن. قلنا بروبرتي او بارامتر ده الورك فانكشن ده بارامتر فور ذا ميتال. انما السيمي كوندكتور ليها تو بارامترز ثانيين الافينيتي والجاب انرجي اي جي. يبقى هنا عندي اوكي اي جي وكارس. انما انا عندي ايه؟ طيب مهم جدا جدا اللي انا بقوله. يعني ايه؟ يعني ايه بارامترز؟ يعني هتفضل ثابته طالما انت بتستخدم سيليكون ليه 13 افينيتي وليه 13 اي جي. مش احنا عارفين مثلا الاي جي بتاعت السيليكون 1.12 الكترون فولت؟ وليه 13 افينيتي برضه معروف. اي ثينك يعني حوالي 4 الكترون فولت ده فينج. الفاي ام اوف ذا ميتال ده بارامتر ليه؟ عشان كده انا لما احط الاثنين ان كونتاكت بقى ايه اللي يحصل؟ تعالوا نرسم. انا عندي ان تايب سيمي كوندكتور وعندي ميتال. انا هقول ان انا استخدمت ميتال. اوكي استخدمت ميتال الورك فانكشن بتاعته اكبر من الورك فانكشن اوف ذا سيمي كوندكتور. طبعا الان تايب اللي انا مستخدمه انا لازم اقول التايب بتاعه. احنا قلنا الورك فانكشن ده بيتغير على حسب الدوبينج لان ممكن نفس الميتال ده يبقى الورك فانكشن بتاعه اصغر من الورك فانكشن بتاع السيمي كوندكتور اللي كان بي تايب. صح ولا ايه؟ مش لو بي تايب الفيرمي ليفل هيبقى قريب من اي في يبقى الورك فانكشن كده هيزيد. يبقى ممكن يكون اكبر من نفس الميتال اللي كان لما قارنته بالان تايب كان ليه ورك فانكشن اكبر من السيمي كوندكتور. يبقى الكيس بتاعتنا دلوقتي عندي ميتال وان تايب سيليكون الاثنين هخليهم ان كونتاكت دلوقتي
اهو ده الانترفيس ان بتوين. لو انا في الميتال سايد، لو انا في الميتال سايد هنا وده السيمي كوندكتور سايد، في الميتال سايد احنا قلنا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنرسم طبعا انا عندي ايه الثيرمال ايكوليبريم نو بايس. في النو بايس لازم الفيرمي ليفل اللي بيمثل probability equal 50% يكون aligned واحد اهو. ده الفيرمي ليفل اللي هو EFM or EFS متساوي. That no bias. طيب نبتدي بقى نكمل بقية الانرجي باند ديجرام. لو انا في الميتال المسافة بين الفيرمي ليفل والفاكيوم هتبقى قد ايه؟ ده الاي فاكيوم قلنا دي كيو يو فاي ام والمسافه عندي اوكي. خلاص كده احنا كده خلصنا المتر مفيش حاجه. طب وايه تاني؟ طبعا نير ذا انترفيس بيحصل حاجات كده في السيمي كوندكتور احنا عارفين يعني. فلو انا قسمت السيمي كوندكتور لحتتين يعني حته يحصل فيها تغيرات اللي هي دي وحته اللي بنسميها احنا البلك البلك اوف ذا سيمي كوندكتور البلك ريجن. في البلك انا برسم من الفيرمي ليفل برسم انرج باند دياجرام لان طيب عادي خالص يعني ايه يعني اهو دي الاي سي اخد بقى مسافه اهو ادي اول بارامتر عندي اي جي اخد مسافه ايكوال اي جي اروح راسم الاي جي في النص تقريبا اللي هي ER. تمام يا جماعه؟ يبقى انا ايه رسمت ايه هنا؟ استخدمت مين؟ EGI. في مشكله في عند حد لغايه دلوقتي؟ يبقى انا السيمي كوندكتور اوكي عملت ايه؟ قسمته لتو ريجنز، واحده نير الانترفيس اللي هو ده اللي هو الكونتاكت وبلك، بلك يعني اللي جوه، اللي جوه مش حاسه بحاجه ما فيش اي تغيرات حصلت، فبرسم انرج باند دياجرام عادي. اوكي؟ طيب المسافه بين الاي سي والفاكيوم قد ايه؟ كيو كاي. طبعا احنا قلنا الورك فانكشن صغير بالنسبه للسيمي كوندكتور. طبعا الفرق في الان تايب بين الورك فانكشن والافينيتي قليل يعني لان احنا عارفين ان الفيرمي ليفل قريب من الاي سي عشان كده لما جينا رسمنا اوكي طلع ان الاي سي اوكي الديفرنس بين الفاكيوم ليفل والاي سي اللي هو ده فالفاكيوم ليفل هنا والليفل هنا نتيجه الكونتاكت ده طلعوا عندي ايه ليفلز زي ما احنا شايفين كده اوكي في الرسم مختلفين. طبعا انا ابتدي المفروض الفاكيوم ليفل ده كونتينوس المفروض اوصلهم بقى. طبعا هنعرف دلوقتي وانا هشرح لكم ان المنطقه اللي انا سبتها ديت في السيمي كوندكتور دي هتبقى ديبليتد. طالما ديبليتد اعرفوا كده ان لما اجي اوصل الليفل بتاع الفاكيوم بالليفل بتاع الفاكيوم هنا بوصله ايه؟ كوادراتيك عن طريق بارابولا. اوكي؟ بارابوليك ريليشن. يعني تبقى كده. ماشي يا جماعه عرفتوا انا عملتها ازاي؟ يبقى ليه دي كوادراتيك؟ دي هتبقى ديبليشن ريجن هنقول ليه دلوقتي. طيب مش انا عندي الكيو كاي دي بروبر دي بارامتر للسيمي كوندكتور فالديفرنس بين الفاكيوم ليفل والاي سي في كل السيمي كوندكتور لازم يكون ثابت ايكوال كيو كاي عشان كده الاي سي كمان هياخد نفس الايه؟ البندنج. طب والاي في الديفرنس بين الاي سي والاي في اي جي ثابت يبقى لازم الاي في كمان ياخد نفس البندنج. والاي اي كمان لازم ياخد نفس الايه؟ نفس البند، كلهم لازم ياخد نفس البند. فده اللي انا رسمته دلوقتي ده الانرجي باند دياجرام اوف الام اس كونتاكت، ام ميتال مع ان تايب سيمي كوندكتور، الفاي اوف ذا ميتال، الورك فانكشن اوف ذا ميتال اكبر من الورك فانكشن اوف ذا سيمي كوندكتور. اولا ليه حصل كده؟ ثانيا فين الباريرز اللي موجوده يا دكتور؟ احنا قلنا لو انا الالكترون موجود عند اعلى ليفل بالنسبه لي هنا في الميتال فيرمي ليفل، لو الالكترون موجود هنا
عشان يروح للسيمي كوندكتور المفروض يعمل ايه؟ ويبقى فري يعني في السيمي كوندكتور، يعني عايز يروح للكوندكشن باند اوف ذا سيمي كوندكتور يعمل ايه؟ المفروض اديله طاقه قد ايه يا جماعه؟ انا بتكلم عن اعلى الكترون اهو اللي هو هنا، عشان اديله طاقه اديله طاقه قد ايه المسافه دي؟ صح كده؟ عشان المفروض اديله المسافه دي ولا ايه؟ صح. المسافه دي هي ايه بقى؟ دي بيسموها بيسميها كيو باي بي. يبقى المسافه دي كيو باي بي. طلعت فيرمي ليفل فوق ده كيو باي بي. يبقى ايه هو كيو باي بي؟ ده البارير. يعني بارير اللي قدام حركه الايه الالكترون من الميتال، عشان الميتال يجي من الالكترون من الميتال يروح للسيمي كوندكتور محتاج ان هو يوفر كام البارير ده اللي هو كيو باي بي. طيب البندنج اللي حصل بتوين نتيجه البندنج اللي حصل نتيجه الدبليشن ريجن ده، ده سبب بارير زي البي ان جانكشن بالظبط. كنا ده بنسميه ايه يا جماعه؟ بارير ده اللي هو نفسه برضو ده، ده كنا بنسميه ايه؟ نتيجة البندنج في السيمي كوندكتور في البي ان جانكشن كان كيو في الفاينوت. كيو فاينوت البلت ام ايه بوتنشال. صح هنا برضو. يبقى عندي هنا ظهر لي على، خلي بالكم كيو فاينوت ده بيمثل لي لو انا عندي الكترون هنا، الالكترون ده محتاج ان هو اديله طاقه اكبر من كيو فاينوت عشان يروح للميتال. اوكي، انما يبقى معنى كده ان الباريرز اللي شايفها الالكترونز في كل سايد مختلفه. انا لو انا لو في عندي الكترون في الميتال شايف بارير كيو فاي بي، وواضح ان عندنا كيو فاي بي ان فاي بي فاي بي اكبر من فاي نوت. انما الالكترون الموجود في السيمي كوندكتور شايف بارير قدامه بيساوي ايه؟ كيو فاي نوت. هو اللي حصل ايه في الاول؟ ان انا لو انا في البدايه خالص جبت ميتال وسيمي كوندكتور ان تايب خليتهم ان كونتاكت، واضح ان الكوندكشن باند الكترونز في السيمي كوندكتور طاقتها اعلى من الالكترونز اللي في الميتال. ليه يا دكتور؟ لان احنا زي ما احنا شايفين كده الورك فانكشن بتاع الايه بتاع الميتال اكبر. معناه ايه؟ معناه ان الالكترونز اللي في الكوندكشن باند في السيمي كوندكتور عند ليفل كقيمه انرجي اعلى، قريبه من الفاكيوم يعني اكتر. عشان كده لما بخلي الاثنين ان كونتاكت بيحصل فلو الالكترونز اللي في السيمي كوندكتور بتروح لمين؟ للميتال، لغايه ما يحصل الاكوليبريم ويديني شكل انرجي باند دياجرام اللي قدامنا ده. وده واضح من احنا عارفين ان الفيرمي ليفل كل ما بيبعد عن الكوندكشن باند اتش اي سي معناه ان الدوبنج حصل له ايه او الكونسنتريشن بتاع الالكترونز. يعني لو انا اقول لك هنا ان surface the concentration of electrons on the surface وان bulk ns يعني ns وان bulk the surface concentration الالكترونز عند السيرفيس بتاع السيمي كوندكتور اكتر كconcentration ولا في البالك؟ البالك. ممتاز صح. ليه؟ اهو الفيرمي ليفل قريب اكتر من مين؟ من اي سي، فالكونسنتريشن بتاع الالكترونز في البلك اكبر. طب هي قلت عند السيرفيس ليه؟ هو ده اللي انا قلته، قلت عند السيرفيس لان جزء من الالكترونز دي لما ابتديت اعمل الكونتاكت ابتديت تتحرك، اتحركت من الايه السيمي كوندكتور راحت للميتال. فعشان كده الكونسنتريشن هنا ايه بتاع عند السيرفيس او في الريجن هنا ايه قل. كل ما الالكترون بيتنقل من السيمي كوندكتور للميتال بيسيب مكانه مين؟ دونر بوزيتيف ايون. مش بيسيب هنا دونر بوزيتيف ايون؟ عشان ان تايب ده معناه ان حاطط دونرز كتير. فالالكترون اللي ثابت السيمي كوندكتور خالص وراحت للميتال ثابت مكانها ايه بقى؟ بيور بوزيتيف ايون. يعني ابتدت تتكون هنا ديبليشن ريج ليها ويدث اسمه اكس دي. ابتدت عندنا تظهر بارامترز اهي بقى اكس دي فاي بي فاي نوت. عايز اجيب الكلام ده، فانتوا بقى هطلب منكم تجيبوا لي اكسبريشن لفاي بي وفاي نوت.
يلا من الشكل على فكره فاي بي وفاي نوت اقدر اجيبه من شكل الانرجي باند دياجرام اللي قدامنا ده. فاي بي هتساوي ايه؟ وطبعا البارييرز دي الفاي دي كلها بارييرز انفولد. الفاي الفاي بي هتبقى فاي ام ماينس كاي اس. ايه الجمال ده؟ صح. وفاي نوت هتبقى فاي ام ماينس فاي اس. صح. انا خدت اسمك ولا ما خدتش؟ لا. طب استنى. فين بس فوق. انتوا عرفتوا زميلكم جابها ازاي؟ جبتها ازاي؟ دلوقتي لما جيت عندي هنا في كيو فاي ام وعندي عند السيرفيس هتبقى كده الديستانس بين الاي سي والاي فاكيوم اللي فوق ادي من هنا لهنا زميلكم قال ده كيو فاي ام يعني ان فولت فاي ام ومن هنا لهنا ده بارامتر للسيمي كوندكتور اللي هو الديفرنس بين الفاكيوم والاي سي ايكوال ايه كاي اس يبقى الديفرنس بينهم بيمثل لي مين الفاي بي الثانيه بقى طبعا كده كده البندنج اللي حصل اصلا في السيمي كوندكتور نتيجه اختلاف الورك فانكشنز احنا قلنا واول ما بصوا كده اهو يعني من هنا لهنا ده الورك فانكشن اوف ذا ميتال صح كده ومن النقطه دي للنقطه دي الورك فانكشن اوف ذا مين السيمي كوندكتور فالديفرنس اللي هو الكيو فاي نوت ايكوال تو ديفرنس بين اثنين ورك فانكشن يعني الفاي نوت الفرق بين فاي ام وفاي اس اوكي وزي ما انا قلت لكم البارير واضح ان فاي بي ده بارير كبير انما فاي نوت بارير ايه ده اقل تمام اوكي تمام كده وقت كده كويس طب سؤال بقى قبل ما نجيب الاكس دي والويت بتاع ديبليشن ريجن هو البايسنج هيفرق يعني انا لو انا حبيت ارسم الانرجي باند دياجرام ده ان كيس اوف اوكي بايس كونديشن يعني هحط بقى بطاريه مره انا احط السيمي كوندكتور نيجاتيف والميتال بوزيتيف ومره هعكس حد يعرف يقول لي ايه اللي هيحصل في كل كيس اهي مرسومه قدامكم لو انا حطيت الباتري كده يعني ايه الباتري دي الميتال مور بوزيتيف عن السيمي كوندكتور تلاحظوا ايه الميتال على طول يا جماعه اسمه الميتال ريجن بتبقى هتسمعوا الكلمه دي في المصدر كتير ايكوي بوتنشال ريجن يعني ايه ايكوي بوتنشال معناه ان الميتال ده بالظبط كده لما بحط فولتج بياخد ربع قد ايه دروب على الميتال قد ايه تقريبا بزيرو ايه تقريبا بزيرو زيرو اه اوكي يعني البوتنشال عليه قيمه ثابته مفيش دروب عليه يعني انما السيمي كوندكتور لا يعني اي باتري بحطها هتبقى دروب على الدبليشن فلو انا خدت الميتال كانه جراوند ريفرنس جراوند يبقى كان كده بالايه بالظبط السيمي كوندكتور كانه مور نيجاتيف اذ فولتج فالدلتا اي بتاعتي هتبقى بالبوزيتيف بالبوزيتيف يعني ايه يعني الفيرمي ليفل في السيمي كوندكتور اي اف اوف ذا ان تايب سيمي كوندكتور هيبقى اعلى من الايه الميتال قد ايه كيو في اني في الفي اللي هو الاكسترنال فولتج الابلايد وبالتالي البند كلها تطلع لفوق بتاعت مين بتاعت السيمي كوندكتور واحد هيقول لي معنى كده ان البارير هنا حصل له ايه بقى السيمي كوندكتور لو كيو فاي نوت قل بقى قد ايه بقى كيو فاي نوت ماينس ايه في بالظبط زي البي ان جانكشن فورورد البارير بيقل ما ليه بقى لان انت خدت البند دي كده بصوا كاني مسكت الحته دي مسكتها بايديا وطلعت لفوق مسافه قد ايه كيو في عشان كده الفاي نوت دي بقت ايه فاي نوت ناقص في معنى كده ان الالكترونز اللي في السيمي كوندكتور اللي ما كانتش قادره اوكي تتحرك وتروح للميتال
في الحاله دي لما انا قللت البارير هيبتدي يبقى في فلو. الالكترونز هتتحرك فين؟ هتيجي من السيمي كوندكتور للايه؟ للميتال، تتحرك كده، فيبيني طبعا نت كارنت في الاوبوزيت دايركشن كده. ده الفورورد، يبقى ده الفورورد كومبوننت عندي، ويبقى ده فورورد بايس. طب الكيو فاي بي وضعه ايه لما كيو فاي بي حصل له ايه؟ قل ولا زاد ولا ايه اللي حصل؟ هيفضل ثابت لان هو مش هيتغير. ثابت، عشان كده بنقول ان في الانرجي بانداجرام اللي احنا رسمناه انتوا عارفين كان ديت باند كده، كان في دبوس يعني. عارفين اللي بنثبت بيها كده الحاجات. انت عمال تحط فولتج ليه؟ عشان الميتال ايكو بوتنشال ريجن ما بياخدش اي دروب، مش حاسس بحاجه اصلا. السيمي كوندكتور كله بياخد الدروب، بياخد الدروب اكروس الايه؟ الدبليشن. معناه ان الدبليشن الويت بتاعها بيقل. اوكي بقى اكس دي داش، اكس دي اكس داش دبليشن اصغر من اكس دي طبعا في الثيرمال اكوليبريم. اوكي البارير ال فاي نوت ناقص في، انما الفاي بي زي ما هو يعني الالكترونز الموجوده في الميتال لسه شايفه نفس البارير. العكس بقى يبقى ده هو الفورورد بايسنج، يعني لما بحط ميتال مع سيمي كوندكتور اوكي ان تايب والفاي ام اكبر من فاي اس بيبقى الريكتيفاينج كونتاكت. طيب البارير اوف ذا سيمي كوندكتور فاي نوت بقلله البيلت ان بوتنشال عن طريق الفورورد بايسنج. طب الفورورد بايسنج ازاي؟ الباتري بحطها ازاي؟ الميتال مور بوزيتيف عن السيمي كوندكتور. العكس بقى لو انا عملت السيمي كوندكتور مور بوزيتيف عن الميتال اوكي وياخد برضو الميتال كومن جراوند ايه اللي هيحصل؟ اهو يبقى انت كده الفاليو الفولتج المور بوزيتيف ده معناه ايه؟ معناه ان حصل بيندنج اوكي. طبعا البيندنج عندي كده كان خدت السيمي كوندكتور، خدت الانرجي بانداجرام واتحركت الايه اللي تحت كده لما دي لفوق اوكي. فالبارير كده زاد بقى فاي نوت بلس ايه الفي ريفرس. يبقى عندنا البارير في السيمي كوندكتور بقى فاي نوت بلس في ريفرس، والكارنت في الحاله دي بيبقى فيري فيري سمول كارنت اللي هو الريفرس ايه ساتوريشن كارنت، انما في حاله الفورورد فاي نوت ناقص في والكارنت عالي جدا اللي هو اي فورورد اوكي. يبقى فعلا الكونديشنز اللي احنا قلناها ديت بقى كده بره شويه. الكونديشنز اللي احنا قلناها ديت ادتني ايه؟ ادتني كده ريكتيفاين كونتاكت شوت كي بارير داي. امتى بقى؟ لو عندنا سيمي كوندكتور ان تايب وذ ورك فانكشن اصغر من الميتال اللي بيحصل ان عندي الكونتاكت ده بيبقى ريكتيفاين كونتاكت اوكي، ويبقى البيهيفير بتاعه بالظبط الاي بي كاركترستيك بتاعته زي البي ان جانكشن اوكي. طيب احنا عايزين دلوقتي نطلع اكسبريشن للويت بتاع الديبليشن ريجن، نعرف بمعلوماتنا اللي احنا عارفينها في البي ان جانكشن نعرف نجيب اكسبريشن للويت بتاع الديبليشن ريجن. نعرف يا جماعه استخدم ميزول ان انا اخد الرينج بتاع الويت طبعا ان هنا انا اقدر عادي خالص ان احنا من شغلنا من دي كده نزود سلايد اوكي. نعمل ايه؟ تعال نجيب اكسبريشن للويت بتاع ديبليشن ريجن اوكي، حتى لو في النو بايس مش مشكله يعني. يبقى احنا كده هنستخدم بواسون صح؟ اوكي يعني انا عندي في الاول خالص انا عايز ارسم الرو الالكتريك فيلد والفاي واجيب الاكسبريشن بتاع الايه الاكسبريشن الاكس دي. نعرف حد يعرف يقول لي الاكس دي هيبقى شكلها ايه؟ ده الانترفيس شكل التشارج دنسيتي والالكتريك فيلد. هنقول ديت
احنا عندنا الاكس اهو دي كده اكس دي. الرو كده حد يعرف يقول لي شكلها تطلع ازاي؟ طبعا عندي هنا ايه؟ عندي دونرز، فهنقول انا عندي الرو بتساوي كيو ان دي اهي هنا. طيب مش احنا عندنا المفروض الدبليشن ريجن ديت احنا خدناها ان هي بتبقى نيوترال. طب النيوتراليزيشن ده يحصل ازاي؟ ده انا عندي سايد واحد بيبقى ايه؟ بوزيتيف. المفروض فعلا البوزيتيف تشارجز ديت تبقى نيوتراليزد بايه؟ في الميتال بنيجاتيف تشارج، بس هتبقى الويتس بتاعها صغير جدا والبتقول صح كده. ايوه يبقى كده شيت اوف تشارج. اوكي بيتموها ساعات دلتا فانكشن كده، اوكي على سبايك كده، يبقى شيت اوف تشارج الكترون بت ايه طبعا بتعمل نيوتراليزيشن لمين؟ للبوزيتيف تشارج او ايونز اللي موجوده فين؟ في السيمي كوندكتور. فالوضع كده احنا كاناليسز مش هناخد الايفكت بتاع الشيت ده، احنا كل الرسمين هيبقى وذين الايه اكروس الدبليشن ريجن. فانا عايز اجيب الالكتريك فيلد. طبعا الالكتريك فيلد المفروض دي اي باي دي اكس رو على ابسل رو اللي هي ايه؟ يو ان دي على ابسل اوف ذا سيمي كوندكتور. ده معناه ايه؟ معناه ان الالكتريك فيلد هيساوي يو ان دي على ابسلون في اكس بلس كونستانت. والكونستانت ده نعرف نجيبه صح؟ عند اللي المفروض الالكتريك فيلد عند اكس دي يساوي زيرو صح؟ نيوترال ريجن، بدايه النيوترال ريجن. يبقى عندنا الكونستانت ده نيجاتيف كيو ان دي على ابسلون في ايه؟ في اكس. يعني كده اقدر اقول الالكتريك فيلد نيجاتيف كيو ان دي، ناخد الكونستانت كومن، هيبقى عندنا اكس دي ماينس اكس. يعني كده هيطلع لها شكلها ايه؟ هو الالكتريك فيلد ده هيبقى نيجاتيف نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ يعني نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ الدايركشن بتاعه هيبقى ازاي؟ النيجاتيف اكس صح. عرفت ازاي؟ نعم عرفت ازاي. هو طبعا اوكي انا عندي اللي تشارج في الدبليشن بوزيتيف صح، انت قلت من اللي تشارج البوزيتيف للنيجاتيف. طبعا انتوا لازم تكونوا عارفين ان السلوب بتاع الانرجي باند دايجرام دايركت ده بقدر اطلع منه الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد. السلوب هنا نيجاتيف، مش انتوا عارفين كده؟ مش احنا كنا خدناها دي ولا ما خدناهاش؟ السلوب بتاع الانرجي باند دايجرام اوكي، مش انا عندي الانرجي بتساوي نيجاتيف كيو في الفاي، والفاي اصلا بتساوي نيجاتيف الانتجريشن اوف ذا الكتريك فيلد. فالالكتريك فيلد هو بوزيتيف الديفرنت الايه او عباره عن السلوب، بيجي من السلوب اوف ذا انرجي دايركت. فالسلوب لو بوزيتيف هيبقى الالكتريك فيلد ان ذا بوزيتيف دايركشن اوف اكس، لو السلوب نيجاتيف. طب انا عندي في الانرجي باند دايجرام هنا هتلاحظوا في الدبليشن ريجن السلوب عندي هنا ايه؟ نيجاتيف. معنى كده ان الانرجي الالكتريك فيلد ايه؟ ان ذا نيجاتيف دايركشن اوف اكس، هيطلع لنا كده لينير. والماكسيمم فاليو بتاعته اللي هي ايه؟ نيجاتيف كيو ان دي على ابسلون في اكس دي. طبعا في جزء الكتريك فيلد صغير كده موجود فين؟ موجود نتيجه الشيت اوف تشارج ده. يعني لو انت عايزين تطلعها فيرتيكال صح، لو عايز تطلعها كده صح برضه، يعني نتيجه الشيت اوف تشارج ده بيبقى في صم. طبعا مش لازم يكون لينير يعني، بس احنا بنعمل ابروكسيميشن كانها نازله ايه، كانها طالعه فيرتيكال، حتى لو رسمتها فيرتيكال مظبوطه يعني. اوكي طب الفاي نجيبها ازاي؟ الفاي نيجاتيف انجريشن الالكتريك فيلد المفروض الفاي اوف اكس نيجاتيف، يبقى عندي نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، تبقى عندي ايه؟ نيجاتيف يو ان دي على 2 ابسلون اكس دي ماينس اكس سكوير.
اوكي بلس كونستنت. طبعا ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لما نيجي نرسمها كده حسب بقى ما احنا عايزين، يعني هنا احنا نقدر نعتبر ان البوتنشال، احنا لو اعتبرنا ان الميتال جراوند يعني نقدر نعتبر ايه؟ كأن هنا مثلا طبعا دي عباره عن البارابولا دي طبعا مقلوب عند الاكس دي، الفيرتكس بتاعت عند اكس دي واخده قيمه كونست. طبعا الكونستنت ده هو السي 2، يعني السي 2 ده الكونستنت بتاعي، ده السي 2 اللي هو بيساوي ايه؟ اقدر طبعا اجيب السي 2 اوكي، ان احنا عندنا الفاي، انا اعتبرت ان الفاي عندي 0 ايكوال 0 براحتنا يعني مش فكره، اقدر اجيب السي 2، الفاي عندي 0 يعني الاكس ب 0 فيطلع لي السي 2 بتساوي كيو ان دي على 2 ابسلون اكس دي سكويرد. الكونستنت سي 2 ده بيمثل ايه يا جماعه؟ هو ايه؟ البلت ان كرنش. ممتاز، واي نوت، خلاص يبقى كده اكس دي هتساوي ايه؟ خلاص يبقى 2 ابسلون. ايه ده؟ ده قربت قوي، واحد على ان دي. ايه ده يا دكتور؟ طب ما ده نفس الاكسبريشن، كان عندي سنجل سايدد بي ان جانكشن، فاكرين السنجل سايدد؟ كان عندي بي ان جانكشن البي بي بلس، يعني بالظبط لايك بي بلس ان جانكشن. في بي بلس ان جانكشن مش المفروض 2 ابسلون على كيو واحد على ان ايه بلس واحد على ان دي، واحد على ان ايه هبقى تنسوا ايه؟ زيرو. اوكي عشان كده اللي موجود بس واحد على ان دي، يبقى ده على طول كده دايركت. اوكي احنا كده جبنا اكسبريشن لاكس دي. طبعا الاكسبريشن ده في الثيرمال ايكوليبريم لو عايزينه ان جنرال. اوكي في اي بايس كونديشن 2 ابسلون على كيو مش مشكلة يعني، يبقى 2 ابسلون على كيو واحد على ان دي باي نوت ماينس بي ناقص بي ابلاي. طبعا في حاله الريفرس يبقى بلس بي ريفرس، في حاله الفورورد يبقى فاي نوت ماينس بي فور. اوكي تمام، انا عايزكم دلوقتي ترسموا انتوا ده بقى. ناقص لنا قد ايه؟ لسه شويه. ها عايزكم هديكم 5 دقايق ترسموا الكيس الثانيه، كيس 2 ميتال مع سيمي كوندكتور بس بي تايب. ميتال مع سيمي كوندكتور بس ايه؟ بي تايب. طب وايه الكونديشن يا دكتور؟ ان فاي ام اصغر من فاي اس. قولوا لي الكونتاكت ده هيبقى ريكتيفاينج ولا اوميك. اوكي والباريرز اللي موجوده لو كان ريكتيفاينج هتساوي ايه؟ فاي بي وفاي نوت. اوكي اديكم 5 دقايق وحد يقول بنفس التكنيك اللي احنا مشينا بيه. اوكي ترسم عن طريق البارامترز بتاع السيمي كوندكتور والميتر تقدر ترسم على طول.
طبعا الرسمه اللي قدامكم دي السيمي كوندكتور اللي على الشمال والميدل على اليمين. كان في زميلكم اللي جاوب نسيت اخد الاي دي بتاعه. ايوه دكتور. اه اتفضل. 180 19 78. شكرا. اوكي خلاص خدته رسمته. طبعا زي ما احنا اتفقنا برضو برسم الفيرمي ليفل في الثيرمال اكوليبريم هو الاين. بعد كده اخد الجزء البلك بتاع السيمي كوندكتور اهو. البلك ده برسم بي تايب عادي خالص، ادي اي في قريبه من الاي اف. بعد كده ايه اي سي مسافه بينهم اي جي. اوكي كده. وبعد كده هو طبعا في المتل احنا رسمنا الفورمي ليفل وكده رسمنا ايه الفاكيوم ليفل اهو. احنا قلنا الفاي ام اصغر، كيو فاي ام اصغر من كيو فاي اس، عشان كده الفاكيوم ليفل عندي هيبقى اعلى. احنا قلنا هنا بوصله كوادراتيك اكروس الديبليشن ريجن اللي هو النير سيرفيس اوف ذا سيمي كوندكتور. اوكي واضح ان عندي باريرز موجود. خلي بالكم ان الانرجيز في حاله الهولز ده بي تايب بتبقى العكس، عكس الالكترونز. يعني الالكترون عشان اطلعه الليفل اعلى لفوق بديله انرجي، الهولز العكس بالنسبه للايه. اوكي عشان الهولز احنا بنعتبر الهولز دي المكان اللي ما فيهوش الكترون ده بنعتبره كبارتكل، فعكس البيهيفير اوف ذا الكترون. تمام اوكي. فابتدى عندي بقى في ديبليشن ريجن برضو موجوده وفي باريرز موجود اهي كيو فاي بي وكيو فاي نوت. تمام تمام. عايزين بقى نطلع الباريرز دي، يعني عايزين نطلع كيو فاي بي وكيو فاي نوت. حد يعرف يقول لي كيو فاي بي هتساوي ايه؟ كيو فاي بي مين اللي قال كيو فاي بي تساوي البارير ده؟ في الان تايب مع السيمي كوندكتور كان على طول هو فاي ام ماينس الكاي اس، انما هنا هينفع كده الكاي اس اللي هي الديفرنس ده. هل هينفع؟ طبعا لا. هتبقى كيو باي اكس، كيو باي اكس بلس الايجاب ماينس الكيو باي ام. ممتاز صح. يبقى كيو باي اس اللي هي المسافه دي زائد الجاب اللي هي المسافه دي ناقص كيو باي ام اللي هي دي، فيديني كيو باي بي. اوكي طبعا ده البارير قدام مين؟ ده بيمثل لي البارير. اوكي فور ذا هولز ان ذا ماتر. بالنسبه لكيو فاي نوت دي سهله بقى، فاي اس ماينس فاي ام، كيو فاي اس ماينس كيو فاي ام. طلعنا اللي هي فاي اس ماينس فاي ام، يبقى كده دي الاثنين بارير عندي في حاله البي تايب. برضو نفس الكلام لو عملت فورورد ريفرس هنا بيتاثر بالايه بالبايسنج، فده ريكتفاين كونتاكت. يبقى احنا خدنا تو كيسز فور ذا ريكتفاين كونتاكت او شوكي بارير دايب اللي هو ان تايب مع ميتل بس فاي ام اكبر من فاي اس، وخدنا بي تايب مع ميتل ان فاي ام اصغر من فاي اس. ان بوث كيسز في الحالتين انا عندي الكونتاكتس بتاعتي ايه شوكي بارير دايف. اوكي احنا ان شاء الله نقف لغايه كده، والمره الجايه نبتدي بقى نشوف الكرنت ونشوف الكونديشنز بتاعت الاوميك كونتاكتس. عشان اعمل اوميك كونتاكتس المفروض اعمل ايه؟ طبعا واضح ان انا الكونديشنز دي ما حاولتش احققها. اوكي ان في حاله الان تايب اون ميتال والبي تايب اون ميتال ما حاولش اخلي الورك فانكشنز بالاي بالريليشن اللي احنا قلناه، اعكسه. في الحاله دي مش هيظهر لي باريرز ويبقى كده ده اوميك كونتاكت. اهم حاجه ان انا الغي الباريرز خالص، او ببساطه ان ناخد الاكسبريشنز بتاعت الباريرز واحاول اخليها بزيرو. يعني كيو 5 بي ده اخليها بزيرو، اشوف ايه اللي يخليها بزيرو.
اوكي وكيو فاي بي في حاله الان تايب مع سمع عن ميتد برضه خليها بزيرو ونشوف ايه الكونديشنز اللي خليها بزيرو. اوكي انا كده خلصنا النهارده ولو في حد عنده سؤال يقول اتفضل. في حد عنده اي سؤال؟ ماشي يا جماعه شكرا. بس انتوا عددكم قليل جدا خلي بالكم. اوكي يعني انتوا كنت بدايكوا اكتر من كده يعني اكتر من كده. ماشي السلام عليكم.